ما شربتش في عصير وفي ميه، تحب شاي؟ لا عايزه ميه بارده. ميه بارده حاضر. ما شربتش من انا بس بعرف حاجه واحده، ايام التصوير فين الدلع ده كله؟ ما يطلعش الا بمصر. هي بتصور معاك دلوقتي يا فهد؟ مصور مسلسل غشمشم 3. هي زوجتي المسلسل، روح عيط وارجعها. لا لا. واخوها ثامر ان شاء الله برضو حنتعرف عليه. الجزء الثالث، الجزء الثالث من غشمشم. بالهنا والشفا. الجزء الثالث. الجزء اهم شيء الكاست ما يخشش. ها دي املاك منتج بعدين يزعل منا. خلاص فدوه فدوه. هي فدوه. فين البخور يا اشرف؟ البخور جاي حالا. الله جاي يا بخور يا هيا. خلص المهم. خلص؟ لا 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 موجود. على حظي؟ لا بالعكس، ده لازم اتبخر حالا احسن يحسدوني. البخور ده عندي هنا البخور. والله بخرنا يا اخويا. يا سلام قوي قوي. بخرنا الله قوي قوي. في ايه يا جدعان؟ فين البخور؟ الله انت كل حاجه هتقولها لك موجود عندي موجود. ما يعملهاش لي الله. تبي معي؟ ما بي ماي يا بغاصص كتير. عارف نحاتي مع المسلمين. طيب يعني دلوقتي هي بتصور معايا. عندي رب يا اشرف، والله عندي رب. لا لا حط البخور معاك شغل. خديها وانت مروحه البخور. هات يا اخويا هات اشوف. خليها. لا بس البخور حلو قوي والله. خلاص وريني. عشان خليه خليه والله. المهم بنصور الجزء الثالث من غشمشم على تلفزيون دبي ان شاء الله. ان شاء الله السنه هذه يمكن سوينا اول مدينه اعلاميه بالمملكه العربيه السعوديه. وجميل. مدينه طبعا تقع في مدينه الرياض. السنه هذه ركزنا على الكوميديا اكثر. كان السنوات اللي راحت كان معظمها اكشن، السنه هذه كله كوميديا ويا رب متفائلين. طبعا يمكن كمان نجاح الاعمال الكوميديه على راسها طبعا طاش مطاش ما في شك. بقاله ايه 15 سنه؟ 15 سنه. اخر جزء كان رمضان اللي راح. كان رمضان اللي فات كان 15 سنه. 15 كملنا 15 ما شاء الله يعني عامل رد فعل. اجيب لك الازازه؟ ايه اجيب الثلاجه؟ لا الثلاجه الثلاجه. يا نهار اسود يا نهار اسود. عايز مين ثلاجه مره واحده؟ عايز تلاقي جيب خط انبوب من النيل يغطي. ما شربتش من الهواء. هو مين؟ مين اللي عمل لها شعر؟ مين؟ عاشور 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 عاشور. الله يخرب بيت شيطان.